استراحة فخمة. ايه رأيك؟ ده انا عايزة الففك معايا المستشفى حتة حتة عشان تشوفي بنفسك. اوض العيانين والتجهيزات والمعامل والاشعاعات ولا وحدات الانتنسيف كير والاوزون، حقيقة مشروع يخض يا ماما. عايزة تخضيني ليه؟ حرام عليكي. اتفضلي يا ماما. لا يا حبيبتي، انتي عارفة ان انا ما باخدش حاجة بعد ما بفطر الا فنجان قهوة، ولسه ميعاده ما جاش. خلاص انا كمان هستنى ميعاده ونشربه سوا. ماما. ايوه يا نور. انا مبسوطه قوي ان انا شفتك النهارده حبيبتي. تعالي فرحتك. ايه ده بقى، الدموع دي عشانك ولا عشان اخوكي؟ قولوا لي بقى ايه الحكايه؟ حكايه ايه يا دكتور؟ حكايتكم انتوا الاثنين يا دكتور. مفيش حكايات. وانت استاذه انت كمان ما عندكيش حكايات؟ حضرتك اسالني سؤال محدد عشان اقدر اجاوب عليه، لكن احكي حكايه؟ سوري ما اعرفش حكايات علشان احكيها كده. طيب انا هسالكم انتوا الاثنين سؤال واحد ومحدد. مين فيكم اللي عزم التاني امبارح في الجابانيز كورنر؟ انا اللي عزمتها. هو احنا اتقابلنا صدفه و... بلاش يا دكتور حسام. لو سمحت يا دكتور حسام، انا عاوز اتكلم مع حضرتك لوحدنا. ما عنديش اي مانع. اتفضل انت يا دكتور، في ناس مستنيينك في صالون الفي اي بي. هو يعني انت بتهوهو ليه؟ ايه؟ ما كنتش متوقع اني هعرف؟ الحقيقه ايوه، بس اتضح لي ان جراب حضرتك مليان مفاجآت النهارده. اشوفك بعد ما تخلصي الكلام مع الدكتور. واشوفك انت كمان بعدها يا باشا. ريلاكس يا عزيزي، ريلاكس. انا سامعك. انا فعلا ريلاكست. عظيم. عايزه تقولي لي ايه؟ الدكتور حسام قال لحضرتك انه ما عندوش حكايات عشان يحكيها، لكن انا بقى عندي حكايه وعايزاك تسمعني. عزة تاني. اهدي يا ماما، اهدي واقعدي من فضلك. عشان خاطري يا ماما اقعدي، عشان خاطري. الحكايه كلها مجرد شكوك ووساوس، ممكن قوي اكون مخطئه. لا انت مش مخطئه، انت ما بتقوليش حاجه الا اذا كنت واثقه ومتاكده منها. والحكايه دي اكون واثقه ومتاكده فيها ازاي؟ انا كل اللي ملاحظاه ان خناقاته مع بسمه بتتكرر، ووقفوا مع عزة كتير، أي بريك يقضوه سوا. يمكن أنا ببالغ عشان معرفتي بالعلاقة اللي ما بينهم القديمة. هي إيه اللي جابها المستشفى دي أصلاً؟ اللي عرفته لما سألت، عزة كانت شغالة في مستشفى في الخليج بره، تبع الدكتور عبد الحكيم الراوي، شريك بابا في المستشفى، وجابها معاه لما رجع مصر. وحسام رافض النقاش، إمبارح مثلاً حاولت أفتح معاه الموضوع، رد عليا بعصبية وقال لي أنا مش عايز حد يتدخل في شؤوني. وبسمة، حاسة بحاجة؟ هي لحد دلوقتي مش مبينة، بس حضرتك عارفة الرادار اللي عند أي ست بتحس من خلاله بتغيير من عند الراجل. ما انتي بتقولي إن خلافاتهم زادت اليومين دول، يعني أكيد حاسة بحاجة. أو هو متوتر وبيداري. باباكي عارف؟ ما افتكرش يا ماما، هيعرف منين؟ يمكن لاحظ زي ما انتي لاحظتي. أنا لاحظت لأني عارفة علاقتهم القديمة ببعض، وساعتها بابا ما كانش موجود في مصر أساسا. ما تتصورش القسوة اللي اتعاملت بيها الأستاذة أحلام معايا. حصرتني من كل جهة، استخدمت صلتها كمحامية كبيرة ومشهورة وتعرف كل الكبار اللي في المنصورة، من مدير الشؤون الصحية للمحافظ ذات نفسه لرئيس الجامعة ومدير المستشفى الجامعي. ما خلتش حد ممكن يأذيني إلا وحرضته عليا، ووصلت حملتها ضدي للذروة. وفي ليلة كنت نبطشية وقاعدة سهرانة في أوضتي في المستشفى، انتي عزة؟ زيارة مفاجأة ومتأخرة يا أستاذة أحلام. انتي عارفاني؟ مين في المنصورة كلها ما يعرفكيش؟ وكمان حضرتك محوطاني من كل ناحية طول ال 24 ساعة. وهفضل أسوأ كابوس شفتيه في حياتك. أنا كنت واثقة إنك مش طيبة زي ما حسام بيقول. لو ما كنتش طيبة زي ما حسام قالك ما كنتش هبقى هنا النهاردة. ويا ترى جايبالي إيه معاكي؟ شوكولاتة ولا ورد؟
أكبر وأهم. جايبالك طوق نجاة يعومك وينجيكي من الطوفان اللي وقعتي نفسك فيه. جايبالك الفرصة الوحيدة اللي بقيالك قبل ما ألجأ للحل الأخير. اسمعيني يا شطرة، أنا ما عنديش غير حسام وأخته، ممكن تكوني عارفة أنا عملت عشانهم إيه، لكن حسام بالذات مش هسمح إنه يقع في مصيدة واحدة بتستلقط شاب خام عشان تتدرى فيه. خلاصي أنت اللي تخلصي. تسمعيني للآخر، أنا مش هعيد عليك حكايتك مع جوزك الأولاني، ولا هقولك اللي بيقولوه الناس عن الدكتور اللي رسمتي عليه وعملتي معاه علاقة انتهت بأنه شنق نفسه في الحمام، ولا هقولك إنك أكبر من ابني بخمس سنين، ولا أصلك ولا فصلك. لأ، أنا هقولك وباختصار، الشر سهل، وعشان أحمي ابني هعمل أي حاجة أي حاجة، وحطي تحتها عشر خطوط. إذا كنت أنت مستبيعة ومش همك نفسك، فكري في إخواتك وأمك وأبوكي وإزاي هيدفعوا تمن عنادك وجشعك. عايزة مني إيه يا ستنتي؟ ما تحوشي ابنك عني وتسيبوني أنتوا الاتنين في حالي. ابني واخد الدور والحمى مكلبشة فيه، ومفيش حد غيرك يخففه. أنا مش هقولك تعملي إيه، لكن فكري فكري تبعدي عنك إزاي، بس بسرعة. أنا هديكي مهلة من النهاردة لآخر الشهر، وعقلك في راسك تعرفي خلاصك. وفكرت كتير، فكرت لغاية لما دماغي ورمت، وصلت النتيجة لا أنا ولا أهلي قد الست أحلام، وقعادي في المنصورة جنب حسام حتى لو قطعنا بعض هيجيب لي مشاكل باستمرار، ومش هيبعد أزل هانم مامته عني. لكن ربنا بعت لي الحل، بنت خالتي بتشتغل برا مصر كلمتني وقالت لي أكبر مستشفى في البلد اللي هي بتشتغل فيها طالبين ممرضات، وإنها قدمت لي. وفعلا وفي أقل من شهر كنت هناك، واشتغلت مع الدكتور عبد الحكيم وانبسط مني جدا، ولما قرر يرجع مصر قال لي لازم أرجع معاه، إنه فتح مستشفى استثماري كبير مع شركة، وأكبر شريك فيهم تبقى حضرتك. أنا كنت نزلت مصر لما روحتي، سبقت الدكتور عبد الحكيم بحوالي سنتين، ولما حصلني أول حاجة طلبها إن الممرضة اللي بتشتغل معاه تتعين هنا في المستشفى، وفعلا عيناكي من غير ما نعرف أي حاجة عن الحكاية اللي بتقوليها دي. أيوة، لأن مفيش حد يعرف الحكاية دي، وما حكيتهاش قبل كده لأي حد، حتى الدكتور عبد الحكيم اللي بعتبره أبويا الروحي وولي نعمتي ما حكيتلوش الحكاية دي قبل كده. ده بقى اليوم العالمي لتأنيب حسام عز الدين، كل واحد محضر لي وثيقة اتهام النهاردة. حسام احنا أهلك، وما ينفعش نقف نتفرج عليك وبيتك بيتهد. وحياتك بلاش الكلام الكبير ده، وبعدين كفايه بابا انا مش ناقصك انت كمان. استنى، بتقول الدكتور عز هنا؟ مين اللي قال ده؟ اصله كان بيكلم معايا في نفس الموضوع امبارح. يعني عارف هو كمان؟ عارف، ده زي ما يكون ماشي ورايا مخبر مخصوص، منتهى الرعايه والاهتمام الحقيقه. حسام اظن ما ينفعش تتكلم عن بابا بالسخريه دي. دي مش سخريه نهنوش، انا بس بستغرب كان فين الاهتمام والرعايه الابويه دي طول ال 25 سنه اللي رمانا فيهم الدكتور عز لما راح يجمع ثروته في الخليج. كنت انا موجوده وبديها لكم، كنت ام واب في نفس الوقت، جاي عايز ياخدكم على الجاهز، وعايز يمارس اللي اتخلى عنه زمان. اتاخر لاننا ما بقيناش محتاجين، خلاص كبرنا، يعني ما ينفعش نتربى من اول وجديد يا امي العزيزه. أنا طبعاً مصدق كل كلمة في حكايتك دي يا عزة، ومتعاطف معاكي تماماً ضد الظلم اللي وقع عليكي، خصوصاً أنا أعرف أحلام كويس، عارف شخصيتها وعارف طبعها. بس الوضع دلوقتي بقى مختلف، حسام راجل متجوز ومراته حامل، يعني قصتكوا دي لازم تفضل في خانة الذكريات، وأي محاولة لإحياء الميت مش هتجيب لنا غير آلام كلنا في غنى عنها. وده رأيي كمان يا دكتور،
وبحاول اقنع بيه حسام، وصدقني اذا قلت لك انه ده الموضوع الوحيد اللي بتكلم فيه معاه. واكتر من كده انا قلت له مش ممكن ارتبط بيه حتى لو انفصل عن مراته. انا عارف ان المشكله فيه هو مش فيك انتي، بس ايه الحل؟ زي ما حضرتك عايز، لو عايزني اسيب المستشفى واقدم استقالتي من بكره ما عنديش مانع. لا يا عزم، انا مش هفكر في مصلحه حسام على حساب حد تاني. واذا في يوم من الايام طلبت منك الطلب ده، فساعتها هبقى موفر لك البديل المناسب. دلوقتي بقى هسيبك علشان تكملي محاوله اقناعك لحسام، وانا كمان هحاول من ناحيتي. متشكر، متشكر جدا. معلش يا ماما، ما تزعليش من حسام عشان خاطري. حسام الفترة دي متوتر وعصبي جدا، ما تصوريش حضرتك بيعاملني زي انا وبسمة ولا بابا، كأنه مش هو. نفس الأعراض يا نهى. لو تفتكري حالته أيام ما عرفنا حكايته مع البنت دي قبل ما يتجوز بسمة، كان بيمر بنفس الحالة. أيوة يا ماما، التوتر والعصبية والردود الناشفة مع الكل طول الوقت. عشان كده ما تخافيش، أنا مش زعلانة، لأني عارفة تأثير عزة دي عليه. أنا قلت لها مرة إنها عاملة زي الحمى مكلبشة بجسمه ورفع حرارته بتخليه خطرف. أيوة يا نهى، حسام محموم وفي خطر حقيقي. المرة دي في بسمة وطفل جاي في السكة، استحالة نقعد نتفرج وإحنا ساكتين. عشان كده يا ماما أنا كلمت حضرتك في التليفون وطلبت منك إنك تيجي. أرجوك يا ماما خليكي معانا، أنت لازم تبقي معانا لحد ما حسام يفوق لروحه. معاكم؟ إزاي يعني؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالست الاستاذه، اهلا بيكي في مشروعنا المتواضع. بقى كده انت بتعملي عليا تمثيليه انت واخوكي عشان تجبروني اعيش في جنه الدكتور عز؟ وسعادتك جاي تكمل التمثيليه وتوريني دورك فيها؟ انا بقى مش هستنى اتفرج، لان ادائك طول عمرك وحش. ماما، ماما استني لو سمحتي. ماما في ايه يا بابا؟ نوها طالعه بتجري بند عليها ما بتردش عليا، امال فين يا مامتك؟ طلعت تجري واختك بتحاول تحصلها. اه، هو حضرتك فاجئتها؟ فاجئتها ده ايه؟ يا ابني انا كل اللي عملته ان انا لما عرفت انها موجوده هنا جيت ارحب بيها. اكيد تصورت ان احنا استدرجناها. الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده، يعني انتوا كنتوا جبتوها في حته مقطوعه وحالته تسرقوها؟ يا ابني عيب، ده انتوا ولادها وانا ابوكم، ودي مستشفى محترمة ومؤسسة ليها كيانها. أنا خلاص مش قادر أستحمل منها العمايل دي بقى كلها، أنا طهقت. إزاي تسيبها تركب تاكسي وأنت واقف تتفرج عليها؟ والله يا ست الدكتورة أنا ما كانش فاضل غير إني أقف في وشها وأمنعها بالعافية، ده أنا بس عشان قلت لها ما يصحش يا هانم بهدلتني وفرجت الناس عليا. خلاص خلاص أمر لله. ألو. أيوه يا ماهر، أنت سايبني كده ومبسوط بقعدتك في المنصورة؟ لا اشوف لك حل، شوف لك طريقه. بالراحه عليا يا احسن زورت. اهدي كده وفهميني مالك، ايه اللي مقومك عليا فجاه كده يا حبيبتي؟ الدنيا متدربكه ازاي يعني؟ ما انتوا اللي غلطانين. يا ست سيبوها في حالها وخليها تعيش زي ما هي عايزه، امكم ما قالتش حاجه، هي بس اللي طبعها كده، هي رافضه اي صله تقربها من منطقه الدكتور عز، وانتوا عايزين تجبروها وهي عناديه، يعني بتجروا ورا بعض في دايره ما بتنتهيش. الحل، الحل يا حبيبتي انكم تخرجوا بره الدايره دي وتفكوها وتقطعوها وتبقوا انتوا وهي بالتوازي مش بالتقاطع. ايه؟ اه ميرسي قوي على رايك الحلو فيا. طبعا بتريق. هو انت ينفع معاكي كلام جد يا نهنوه؟ طيب اهدي يا حبيبتي، انا اللي اتصرف واشوف حل. حاضر، هفكر وهتصرف. باي باي دلوقتي بقى عشان اكمل لقمه الغدا. لا يا حبيبتي ما فضيتش اعمل اكل، جبت اكل جاهز. مع السلامه.
متشكرين يا اسطى. في ايه يا حسام؟ اركبي. ايه ده يا حسام؟ مش كفايه اللي استحملته بسببك لحد دلوقتي؟ كمان بتشدني من ايدي قدام باب المستشفى وتركبني معاك العربيه بالعافيه؟ كل الطالعين والخارجين من المستشفى بيتفرجوا علينا. زمان كل التفاصيل دي على مكتب الدكتور عز. ما يهمنيش. وبعدين انا طلبت منك تنزلي الجراج وتركبي معايا. قلتي لي حاضر. بلف بالعربيه والاقيكي واقفه قدام مدخل المستشفى بتشاوري التاكسي. ايوه. بصراحه انا مش عايزه مشاكل. كفايه اللي حصل لي بسببك قبل كده. اللي حصل قبل كده حصل من ورا ظهري. ومعرفتش تفاصيله الا بعد ما كنت انت سافرتي. ايوه. بس انا وضحت لك السبب. مش فاهم ولا مستوعب اي كلمه من اللي انت قلتيه. يا حسام انا كلامي واضح وبقوله لك عشان مش عايزك تتفاجئ ومصره انك تعرفه مني انا. اعرف ايه بالظبط يا عز؟ ان طليقك كان مسافر بره ورجع؟ طب وبعدين؟ انت عارف انه ابني معاه. وبرضه وبعدين؟ ابني يا حسام. مش قادره استحمل بعده عني اكتر من كده. واذا كانت الطريقه الوحيده اللي ترجعه لحضني تاني اترد لابوه واغصب على نفسي عشرته يبقى هعمل كده. ما كانش ده كلامك وانت بتسحبيني للغريق. كلامك كان حاجه تانية خالص. وقلتيلي بعظمة لسانك انك هتتنازليله عن حضانة ابنك وانك قبلتي التضحية المهولة دي علشان يطلقك. كنت متصورة اني هقدر، لكن اكتشفت ان انا اضعف بكتير من القرار اللي انا خدته. قولي بقى الحقيقة. قولي انك اكتشفتي انك اضعف من طمعك وجشعك يا هانم، وان ابنك ده حجة مسمار جحا يعني عشان ترجعي البيت راجع من شغله بره محمل. معلش حقك تقول اكتر من كده، لكن مسيرك في يوم تعرف انك ظلمتني. مش عايز اعرف بناقص اليوم ده ولا عدتي تهميني يا عزة. ومع ذلك انت ما بعدتش وخلتني انا اللي اختفي من حياتك بعدها. لاني عرفت انك كنت بتكذبي. صحيح طليقك رجع ايامها، لكن ما حصلش اي اتصال بينكم ولا حاولتي تشوفيه او تعرفي اخباره من اهله. اما حكايه ابنك دي بقى فكانت الكذبه الكبيره اللي كنت بتضغطي بيها عليا. لان ابنك غرق منكم يا هانم لما كان عمره سنه، لما ابوه صمم ينزل معاه البسين وغرق منه، وكرهتيه وحملتيه المسؤوليه وطلبتي منه الطلاق. انا عايزه امشي. مش قبل ما اسالك سؤال واسمع منك اجابه واضحه وصريحه. الكذبه اللي كدبتيها عليا دي كانت باتفاق مع امي مش كده؟ ايوه كده. عايز مني ايه دلوقتي؟ عايز تخرجني من المستشفى زي ما خرجتني قبل كده من المنصوره؟ مش هسمح لك ولا هسمح لحد يعقد لي حياتي اكتر ما اتعقدت. ولو عندك أسئلة تانية اسألها للهانم مامتك. احنا مش متفقين مع العمال والنقاشين على أسبوع شغل يا ست طلحة؟ أيوة صح. على فكرة هانم دي مهما طولت مش هزيد عن 10 أيام. لا طول ولا تقصر، الأنفار قليلين يا إبراهيم. أيوة تحت أمرك يا ست هانم. زود الأنفار، العفش هيوصل من المنصورة بعد بكرة، الشقة تكون جاهزة وحبات فيها ليلتها. أيوة بس يا ست هانم. ما بسش اللي بقوله لك أعمله بس. سامع يا إبراهيم؟ ايه يا ست هانم؟ سامع. تحت امرك. عن اذنكم. بالسلامه انت يا ست هانم. على فكره بقى الهانم عندها حق، الفلوس بتخلي المستحيل هين. هين؟ هو ايه اللي هين ده يا ست طلحه؟ انت مش هتبطل فرحسه؟ دايما تتجرم من لسانك. مالك انت ومال الشغلانه ده؟ ايه الشغلانه دي؟ تعرف بقى الشغلانه دي في بيتك انت عشان انت بواب المطعم. انا بقى الشغلانه دي مش تابع، انا تابع الحاج لطفي، باخد اوامر منه وشغلتي هناك في الوكاله وكاله الناس. الشغل اللي انا بعمله هنا ده على هامش الشغل بتاعي، في الشغل الاساسي. انا هركز في شغلانه النقل عشان دماغي دي ما تتوهش وابعد عن وجع الدماغ. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وطلحه مش عارف يعمل ايه يا باشا، ينفذ كلام الست ولا يطنش زي ابراهيم ما قال له؟ الاثنين جوز حمير. قول لي طلحه يسمع كلام الاستاذه احلام واصرف له الفلوس اللازمه، لسه بدري قوي على ما نديها افانا. روح انت. امرك يا باشا. الو، مساء الفل يا برنس. نعم حضرتك عايزني بعد ساعة؟ حاضر، في المنصورية حالا.
انا رايح مشوار مش عارف هرجع منه امتى. محدش اتصل بيا خالص. سمير جاهز 4x4 بحراسه تانيه. تحت امرك يا باشا. الله واقف كده ليه يا عم اشرف؟ ما تروح تشوف شغلك. بعد اذنك. الجرايه يا طالح. الله وانا سيبك هناك في الرابع الاقيك نطيت لي هنا في الوكاله. انت مش هتحل عن سماه يا راجل انت. يعني شايفني جاي لك بمزاج يا ابراهيم يا زفتاوي؟ زفت لما يلمك. ابراهيم بس يا باث. ابراهيم بس ولا يعني كنتش فاكرني واقع في غرامك ومش قادر ابعد عنك؟ انا مستخدم زيك بنفذ اوامر اللي مشغلنا. لا فوق لنفسك يا حادق. ايه مستخدم زيك؟ راجل راجل ده انت حته بواب لا طلعت ولا نزلت. صحيح انت بواب على رابع كبير بيشغي سكان ومأجرين، انما طلعت نزلت ايه؟ بواب. انما انا بقى انظر حولك. مكتب الاخر اهلهمه، الملفات، الخزنه. انا هنا مدير عام وكاله الشرقيه للنقل بالسيارات. فوق لنفسك. تحت ايدي هنا اشيل حته تريلات بمقطورات بكاميونات، وبشغل تحت من ايدي 20 سواق ب20 تباع، ده غير الموظفين بتوع المكتب غير عمال الوكاله، دول فوق البيئه. انما الاهم من ده وده بقى ان انا مساعد الحاج لطفي الشرقاوي ودراعه اليمين ورجل المهام الصعبه. ماشي يا سيدي، انت به كبير قد الدنيا وانا راجل قد كده اهو، بس انت بتاخد اوامر وتنفذها زي ما انا باخد اوامر وانفذها. وانا اخر اوامر بقى جاتني بعد ما جنابك سبتني ومشيت ان يا طلحه نفذ كل اللي تؤمر بيه الست احلام هانم. قلت لهم معيش فلوس. سمير بيه قال لي روح للاستاذ ابراهيم خد منه. جيت لك يا استاذ ابراهيم، هتديني الفلوس ولا اطلع من هنا على مكتب الباشا اقول لهم ان جنابك رافض تديني الفلوس. يا انا طلحه انت خدت الكلام بجد؟ انا كنت بهزر معاك. اقعد اقعد اسيك شيء. وبعدين هقول لك على حاجه بقى. انت مش زي زيك، انت كمان احسن منك، بس توسع الطاقيه شويه كده عشان تلم الجمجمه. يا اخي انا مش عارف التغاول ايه يا ابراهيم تلعب اللي حواليك. انا احترت فيك يا جدع. ايوه لك حق لك حق، اذا كنت انا نفسي بحتار في نفسي. هتفضل امتى يا ابراهيم يا زيف تاوي؟ لم لسانك يا زغلول، انا قدامي 5 دقايق وهبعت لك علاوه. يا ساتر يا رب، الجدع ده ما يقبش غير لما يكون وراه مصيبه. لا صحيح يا استاذ ابراهيم، الجدع اللي اسمه زغلول ده يعني زي ما سمعنا هيبقى لا 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 مش صحيح. وقفل على السيره دي لاني لا ارى لا اسمع لا اتكلم. جوز بوك هم هيستعدوهم عندهم دار امان. اخويا يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج لطفي الشرقاوي افتح الشنطة. سوري يا لطفي بيه، سعادتك عارف الإجراءات. طبعا بيت السنة هنا فوق. ضيف كليم. Thank you.
Dear sir, let me introduce our man. This is Hag Lotfi, one of the greatest merchants in Old Cairo. Nice to meet you. Welcome, Mr. مش مهم تعرف اسمه. قول له Your Excellency بس. Welcome, Excellency. ضفنا بقى لطفي هو الزبون الكبير اللي انا كلمتك عنه. سيبك بقى من الملامح الوديعه والابتسام. ده اخطر راجل في السوق ده. ومش لوحده، ده مجرد مندوب وراه تنظيم مهول. هتخوفني ليه يا برنس؟ لا، انا عايزك تعرف ان الناس دول ما يعرفوش الهزار، لا كلمه معلش ولا معلش المره دي على سماح. ها؟ فاهمني؟ فهمت. ايه بقى الموضوع؟ ايه اخبار المخزن؟ مخزن زي الفل. والمشاكل اللي حواليه؟ دونت وري، كله تحت السيطره. يعني ممكن ضيفنا يبعت الخبير امتى علشان يزوره؟ مش فاهم لمؤاخذه. ايه يا شرقاوي، احنا هنستهبل على بعض ولا ايه؟ همزوي بيه. بلاش تقول اسمي، انا قلت لك الحكايه دي مليون مره. هاك علي، انا اسف، ما كانتش بالي. الراجل ده دلوقتي جاي علشان يحدد موعد الخبير اللي هيزور الموقع ويخلص، والا باي باي وسك على الموضوع. ايوه بس المساله لازمها ترتيب عشان نامن الزياره. لا مش هنقدر نستنى كتير، والا هيطير. ماشي، انا هرتب نفسي وادي لسعاده الخبر. دير سير، حاج لطفي will arrange you a visit to Zweila Gate within the coming days. Fine, I will send my assistant to the place. Thank you, حاج لطفي. Welcome يا خواجه. كل اللي انتوا طلبتوه يا استاذ الحاج موافق عليه، هتاخدوه فوق بوسه كمان، بس على شرط تخلصوا في الوقت اللي هو اتفق معاكم عليه. ازاي بس يا عم طلحه؟ دي النجاره عايزه وقت، وانا ما اقدرش ابتدي في الزيت ولا النقاشه الا لما الاستاذ النجار يخلص. والسيراميك بعدهم هما الاثنين، مساله مش سلق بيض. جرايه يا استاذ، الراجل اتفق معاكم المقاوله هتاخدوها بدل الطاق 2 و3 لو حبيتوا. مش حكايه فلوس يا استاذ فتحي وانت سيد العارفين، حكايه وقت. وقت ايه بقى يا ابو عوف؟ هتقول لنا الكلام ده برضه؟ هات كل الصبيان اللي تقدر تلمهم وشغل 3 ورديات. صح يا اسطى، مفيش احسن من كده. يلا بقى يا عم طلحه، ادينا دفعه تحت الحساب. طب خشوا الصالون جوه اسطوات وانا جاي لكم. شاكرين يا سيد الاسطوات. تعرف يا طلحه، نفسي اغمض وافتح الاقي الست احلام في وسطينا، وجودها معانا هيفرق كتير. الله، حلوه قوي يا فاروق. مشيها. امشيها بروش ولا ميداليا؟ لا، ما تحطهاش على مشبك، وكمان ما تتعلقش في سلسله دي. لو اتعملت كليه تبقى تجنن، ويا سلام لو على حته ابيض. صح برضو، يعني الست تفرق. انت فنان يا واد يا رؤى، وانا زي ما وعدتكم هكافئك، ليك 500 اهيف على الفورمه دي. مبسوط؟ ما نتحرمش من ذوقك وتشجيعك يا ام تامر. يا بختك بصاحبه الورشه يا عم فاروق، مدلعاكم اخر دلع. ربنا يخليها لنا. ما دلع انت كمان صبيانك شويه بدل ما انت خانقهم. بحبح لك شوية كده يا ابن العيدي. ماشي، ليك زنقة. بعد اذنك. اتفضل يا روح. صنايعي حلو قوي يا آية. مش بس صنايعي، ده انا لسه كنت بقول له فنان. لا، واخلاق كمان. ده احسن اللي عندي كله. طب لما هو كده ما تعملي له خدمة. خدمة ايه؟ هو مش لسه وحداني من بعد ما ربنا اختار البت رجاء مراته؟ الله يرحمها، ولسه حزين عليها، مع انها سايبها قديلها دلوقتي يجي 2.5 سنين. البت نعيمه ومرضه، وحدانيه هي كمان. لو توفق راسين في الحلال ينوبك فيهم صواب. ما فاتتنيش يا فتحي، وانا كلمت في موضوع الجواز ده يجي من شهرين كده، قال لي انا ما بفكرش في اي واحده ست ولا بشوف شكل اي واحده ست من بعد رجاء الله يرحمها. ينهيلك يا واد يا فاروق، هتعيش راهب يا مدهول. قال لي وماله الراهب، هي يعني الدنيا ما تنفعش من غير نسوان؟ اتلهيت على عيني وسكت. وانت رايك ايه؟ رايي هو حر. وانتي الدنيا في نظرك تنفع من غير رجاله؟ قوم يا فتحي، قوم يا فتحي يا شغبي، خد كوبايه الشاي دي في ايدك وروح اشربها في ورشتك هناك. يلا. شوف ام ليلى عامله في نفسها ايه، لابسه اللي على الحبل ومتدندشه على الاخر. زي ما قلت لك بقى يا
تعوقيش عليا. حاضر يا بليتش. ايه يا سيطال؟ ايه يا اخويا الخط والرقعي ده؟ وجعتولي دماغي وانا دماغي متكلفه. ما احنا خلاص يا ست اتفقنا مع الاسطوات يخلصوا لادي وبكره، وان شاء الله بعد بكره الصبح عفش ست احلام جاي هيتفرش ومش هتسمعي خبط خالص. قولي مين هيعيش معاها في البيت؟ انا شرفني. شرفك؟ ده انت لازم تعرف كل كبيره وكل صغيره. هو انت مش صاحب البيت؟ اسمع من بقك ربنا وابقى صاحب البيت. يلا روحي شوفي مشوارك راح فين، مالكيش دعوه في اللي مالكيش فيه. اللي ماليش فيه يا راجل، انا ليا فيه تالت ومتلت. جرى ايه يا مقطقط؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سي فرجاني؟ بخير الحمد لله عن اذنك. مستعجل على ايه يا اخويا؟ كنت عايزك في موضوع مهم. بعدين يا ام ليلى، اصلي عندي زبون جوه مستنيني في الورشه. يعني عدي عليك لما ارجع؟ اذا احيانا المولى ان شاء الله. يوه، هو مستعجل كده ليه؟ هو ايه ده اصله يا اخويا؟ شايف يا طلوح؟ شايف زقاني ازاي؟ يا لهوي عليه ايد تقول مرزبه. ما احنا من زمان بنقول ملناش دعوه بفرجاني، ملوش في الهرتك والكلام الفاضي ده. وانا يعني اللي ليا؟ بسم الله على مقامك. انا رايحه مشوار يا اخويا وجاي، ابقى خلي بالك من الوليه نفيسه. خلي بالي منها ازاي يعني؟ اصلها قاعده فوق في الشقه لوحدها، مفيش حد من البنات معاها يونسها، يعني اندهت عليك. ابقى رد عليها يا مقطقط. استغفر الله العظيم. مالها ومالك ام ليلى يا طلحه بطران؟ مركز عليك ليه؟ مركز علي انا؟ لا ده انت تبقى نايم في نومه يا استاذ فتحي. امال على مين؟ زمتك مش عارف ولا عايز توقعني في غلط وخلاص؟ تقصد الحبيب القديم؟ يا سيدي جار الهنا. اسكت يا ابني واصل. اهلا يا دكتوره. ازيك يا عم فتحي؟ ازيك؟ ازيك يا عم طلحه؟ ازيك يا ابني؟ ابويا في الورشه؟ ما تقلقيش يا اسماء، دلوقتي يجي ونطمن. دي سمر. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. ايه رجعت بدري ليه؟ ما انا نازله تاني، انا جايه خمسة كده عشان اعرف الاخبار. هو فين؟ هو مين؟ اخوكي طبعا نايم. ده ما جاش من ساعه ما خرج الصبح. ازاي الكلام ده؟ ده المفروض انه رايح يقابل مدير فرع القاهره في الشركه اللي اتوسط له فيها ادهم، ودي مساله بتاعت ساعه او ساعتين بالكتير. ويرجع على طول وبال يرتاح؟ ازاي؟ مش لازم افضل طول النهار قلقانه وكل ما يتاخر عقلي يودي ويجيب واقول يا ترى يا ترى؟ اهدي يا اسماء، رامز ما هوش طفل صغير، ده راجل بسم الله ما شاء الله. عندها حق يا طنط، كده اوفر. انا قلت له كلمني على الموبايل ولا سال فيا. رامز قاعد على قهوه الدوار وبيلعب مع اصحابه طاوله، وتلاقيه جاي كمان شويه. يا هلالة يا اللي هنا، عواف عليكو. انا بعتلك نفيسة امبارح يا ست ام سمر، قلت لها اهلا وسهلا. ما احنا برضو بنقول اهلا وسهلا، بس لحد دلوقتي ما قلتيش حاجه وما عرفناش سبب تشريفك بالزياره. يشرف مقدارك. انا جايه لك مرسال يا حبيبتي، يا رب يكون في الخير ان شاء الله. انتي عارفه طبعا ان شغلانتي الاصلانيه خطبه، انا خطبه، لكن شغلانه الخطبه دلوقتي راحت عليها، ما بقتش زي الاول. اضطريت اشتغل مخدمتيه كمان، انما من فات قديم وتاه بحن لكاري الاولاني، خصوصا لو جات لي فرصه اخدم فيها جيراني وحبايبي، وانتي وبناتك اعز ما عندي. كتر خيرك يا ست، بس بناتي؟ بنات السعد والهنا ان شاء الله. ما تخشي في الموضوع بقى، ده خلالك يا حبيبتي. بس نمشي حسب الاصول، نبتدي بالست الكبيره. كبيره؟ انت بتقولي كبيره؟ اسم الله على مقامك، بالست الصحفيه. ولو اني سمعت كده من حبتين ان مقري فتحتها على ابن خالتها ضابط بحريه، مش كده برضه؟ وديكي قلتيها، يعني مش فاضيه. وبعدين انا مش فاهمه ايه اللي خلاك تخبطي على بابنا احنا بالذات. احنا ما طلبناش منك تشوفي عرسان لحد عندنا. يا حبيبتي انتوا ما طلبتوش، بس انتوا مطلوبين. ايه مطلوبين؟ يعني ايه؟ يعني الحظ يا حبيبتي لف لف وجي عند بابكو خبط.
وبعدين؟ ولا قبلين، المزمزيل سارة اللي بتشتغل في السياح مالها؟ جاب لها عريس؟ وأي عريس يا شابة؟ الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، ده عريس ليلة القدر يا حبيبتي. أي بنت من البنات تتمنى تتجوزه عشان تخش الجنة. ويبقى مين بقى بسلامته؟ شهبندر البوابة وأرجل رجالتها الحاج لطفي الشرقاوي. والكلام المهم أول اللي انت زوران فيه ومحتار تطلعه ازاي، مش صح تستنى تقولهولي في البيت؟ ما انا بخلص العيادة متأخر يا حاج، ما بقدرش امشي قبل الدكتور نيكولا ما يمشي. ارجع البيت الاقيك نمت، والصبح بتصحى من النجمة وبتفضل طول اليوم في الورش وما عندكش اجازات، اعمل ايه طيب؟ طب يا دكتور انا عندي شغل، الناس مهمين جوه، ما اقدرش اسيبه لعمك شارع وفي لخبط الدنيا. اخش له ربع ساعة اخلص معاه وارجع لك على طول. ماشي ماشي يا حاج، بس مش اكتر من ربع ساعة، العيادة زمانها فتحت. ماشي يا سيدي. مساء الخير يا طنط عياد. انا مش عارفة اقول لك ايه ولا اعمل فيكي ايه، اغضب واهب فيكي واقول لك عيب يا ست تجيبي عريس لبنتي اكبر من المرحوم ابوها، ولا خد هزار وتريقة وانت داخله نفس ريشك فاهمه ان هناخدك بالحضن ونزغرط عشان شوال الفلوس اللي عنده اتنين تلاتة على ذمته غير اللي مطلقهم. لا يا حبيبتي لا، ده انت شيليها لي جميله. بقول لك ايه، ده انت تشغلي لي دماغك كويس قوي وتفكري في مصلحه بنتك. انا بنصحك قبل ما ترزعي الباب في وشي تدي نفسك فرصه تتشاوري مع بنتك. حاكم البنات اليومين دول أعقل من أهليهم. هديكي مهلة لغاية يوم الجمعة تتفهمي مع بنتك. إن بنتك وافقت هعرف منك لما تدقي لي التلفون، أقوم أنا أتصل بالحاج لطفي يجي يزوركوا ويشرب القهوة ويتفق معاكوا. فوتك بعافية يا أم العروسة. يعافيكي، مع السلامة. ولا يا رامي، جبتلك معايا مصاصاية من بلاد برة. أهيك. متشكر، أنا كبرت على المصاصات. طيب بقى المصاصة مش أحسن من السيجارة اللي كنت ماسكها وانت ورا القهوة بتلعب مع ابن نعيمة؟ كذاب، والله العظيم كذاب. اوعى تعرف أنا مش رايقالك، استنى عليا بس. في إيه يا ماما؟ مشيت خلاص؟ اسكتي يا أحلام يا أخي، الولية دي قلبت دماغي في شوية اللي قعدت. ليه؟ حاجة بخصوص رامي؟ أنا سمعاكي بتستحلفي له. عملت إيه تاني؟ والله العظيم ما عملت حاجة، والست دي كذابة بتقول لماما انها شافتني بشرب سجاير. ايه؟ سيجارة؟ معقولة يا رامي؟ والله ما حصل يا طنط، انتوا مش بتصدقوني ليه؟ قلت لك ما تحلفش. انا هاخدها من قصرها وادخل اوضتي. معقولة الست دي كانت جاية لابسة ومتدندشة كده عشان تقولك ان رامي ماسك سيجارة؟ لا طبعا، الست دي كانت عايزة يا ماما. جايبة عريس لاختك، والمصيبه ان العريس عايز اي واحده فيكم، ولما عرف ان مقريه فتحتك على ابن خالتك قال تبقى ساره. يا دي الخيبه، لا يكون واحد من زباينها اللي جايين من بره، السياح اياهم بجد يا اسمه. مين؟ ابن عمك يا استاذه.